وهو يبحث أو يسمع أو يسأل في مسائل الفقه وفي مسائل العلم. فأنتم خوضوا العلم واعتبروه معركة، مثل ما لدينا معركة اليوم مع العدوان، أنتم لديكم معركة من أجل الوطن، من أجل الوطن معركتكم تكرسونها في التحصيل العلمي، كرسوها في التحصيل العلمي. حتى ولو لم يكن هناك اختبارات شديدة مثلاً، أنت لا يكون همك فقط هو نيل الشهادة أو الحصول على الدرجة، لأنك أنت الآن في موضع مسؤولية بالنسبة للشعب اليمني. الدرجات التي وضعت أو الكراسي أو الفرص التي قدمت هي قليل، 220 وكم؟ 226 درجة، هذه أكبر دفعة، هذه تعتبر أكبر دفعة. فإذا لم تكونوا أنتم بالمستوى الذي يتطلع إليه أبناء الشعب اليمني فستكون خسارة. ونحن لا نتمنى أن يكون هناك في دفعة القاضي ربيد أي شخص ليس بالمستوى الذي يتطلع إليه أبناء الشعب. أيضا عندما تعودوا وتخرجوا وأنتم إن شاء الله قد حصلتم التحصيل العلمي اللازم والكامل، سيكون الشعب متلهف لأن تفصلوا في قضاياه. الشعب اليمني بحاجة إلى الفصل، هم ألين قلوب وأرق أفئدة. ومن خلال هذه التوصية ومن خلال هذا الشرف الذي أعطاهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله، بحاجة إلى من يفض بينهم نزاعهم ومن يتحرى في فض النزاع بينهم، وأن لا يحيف ولا يميل ولا يجور. فهذه الأشياء مطلوبة. أنتم ستدرسون آداب القاضي وكيف تكون القضاء وكيف تكون جلسات الاستماع وكيف تكون قانون الفصل بين القضايا وغيرها من الأشياء التي ستدرسوها في خلال تحصيلكم العلمي، ولكن يجب الاهتمام، يجب الاهتمام. اليوم نحن نجتمع في هذه الصالة مع أحبائنا وطلابنا وإخواننا وزملائنا وآبائنا وإخواننا من القضاة والدكاترة والعلماء والإخوة أعضاء اللجنة الثورية والقائمين بالأعمال. يجب أن نتذكر أنه ربما غدا إن شاء الله سيكون هناك اجتماع لمجلس الأمن الدولي، والاجتماع هذا هو خصص من أجل تدهور الوضع الإنساني في اليمن. تدهور الوضع الإنساني في اليمن، كانت هذه الحرب هي بثلاثة اتجاهات: حرب عسكرية بأعتى وأقوى وترسانة عسكرية لديهم، وحرب اقتصادية، والاقتصادية نوعين: حصار وأيضا إغلاق السوفت. وإن لم يكن لدينا أرصدة كما كان لبعض الدول أرصدة، ولكنهم أغلقوا كل شيء ممكن أن يعود بدخل على الشعب اليمني. وهناك تقرير للبنك الدولي أن ما يقارب 4 مليار دولار كانت خسارة الشعب اليمني في هذه الحرب بسبب عدم منع، بسبب منع تصدير الغاز والنفط الخام الذي هو ركيزة أساسية في الاقتصاد اليمني. الجانب الثالث هي حرب إعلامية، هي حرب إعلامية. فمن خلال حربهم العسكرية والإعلامية والاقتصادية كان هناك ثبات وصمود وقوة وتحدي استطاعت أن تواجه هذا العتو والغطرسة. اليوم ولله الحمد قبل أن أصل إلى هذه القاعة كان هناك انتصارات كبيرة، سواء في باب المندب أو في مأرب أو في ما خص الفرضة أو في غيرها من المناطق، أو كذلك في الحدود السعودية. لكن يجب أن نصل برسالتنا إلى العالم كله أن الصمود الذي عليه الشعب اليمني لا يعني أننا سنقبل بالهزيمة أو أننا سنقبل بالتراجع أو الانكسار، هذه واحدة. ثانيا، يعتقدون أنه من خلال الإباء الذي يتحدث عن أبناء الشعب اليمني، لديهم إباء كبير يخرج من تحت الركام وهو يقول لن نخضع إلا لله، مع أن البعض منهم لا يملك قوت يومه. لو كان
الحصار الذي وجه بها الشعب اليمني وجهت بها أي دولة لكانت هناك مئات الأسر ممن انتهوا من الحياة، لكنهم أولا كان هناك مئات الآلاف من النازحين إلى بلدان أخرى، لكن الشعب اليمني لا يوجد منفذ للنزوح له ولا لديه أيضا استعداد لأن ينزح. أقصد أنه حتى لا يوجد لديه كما لدى الآخرين منفذ للنزوح، وهو في نفس الوقت موطن نفسه على أن لا ينزح، ومع أنه كما في الإحصائيات الدولية 21 مليون يحتاجون إلى نوع من المساعدة، نوع من المساعدة، المساعدة الإنسانية والمساعدة التي يجب أن تتوفر للشعب اليمني. كان اليمن قبل 2011 هو في المرتبة الثانية من حيث الاحتياج للمساعدات في التقييم منظمة الأمم المتحدة، فما بالك وقد حصل الحصار الذي تعرفونه والظلم الذي اضطهدوا به هذا الشعب اليمني. لكن الصمود وعدم الأنين والتأوه نحن لا نقدر على التمثيل، وأيضا ليس لدى الشعب اليمني ما لدى بعض الشعوب أن يستعطفوا من خلال البكاء أو النواح أو النياحة أو غيرها، لا تجده شامخ وما مشي في البيت، يعني هو فاضي يقول لك ماشي أصمد وأنا في بيت وكذا. ليش؟ لأنه يعلم أنه لن يثق في أحد من هذه الأنظمة المتآمرة عليه، ولن يثق إلا في الله. وأنه مهما قدم من تنازلات ومهما قدم من أي شيء يقدمه لهؤلاء المجرمين لا يمكن أن يرضوا عنه، لا يمكن أن يرضوا عنه ولا يمكن أن يتركوه. كلما قدم من تنازلات وكلما قدم من تفاهمات معهم لن تجدي ولم تجدي. حاولوا الجميع، حاول الجميع أن يقدموا التنازلات من أجل إيقاف نزيف الدم اليمني، لأننا نعلم أن هذه المعركة تدار أمريكياً وتباشرها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل عيون إسرائيل، وليس من أجل عيون السعودية ولا غيرها من دول الخليج، ولكن من أجل عيون إسرائيل حفاظاً على إسرائيل ومن أجل إسرائيل. ونتحدى من يقول أن هذه المعركة أتت من أجل غير إسرائيل، كل هذه المعركة كلها من أجل الكيان الغاصب. لو كان لديهم فهم ووعي، نحن راضون بأن تكون المعركة نصين، نص علينا ونص على إسرائيل. هؤلاء من يتشددون بالعروبة ويقولون أنهم من أجل الحفاظ على العروبة، نحن نتمنى أن تناصف بيننا، أن نجد الفتوى التي دائماً ما يحاول أن يتبجح بها مفتي السعودية، نتحداه أن يفتي بالقتال ضد إسرائيل، ونتحداهم أن يحركوا ربع الجيوش التي تحرك ضد اليمن ضد إسرائيل. لو كان لديهم العروبة الحقيقية لاتجهوا، ونحن راضون، راضون بأن نكون نص علينا ونص على إسرائيل، ولكن نتحداهم. لا يوجد لديهم هذه الإرادة التي لدى الشعوب، لن يتركوا الشعوب أن تتجه إلى إسرائيل لتحررنا من كل الأخطار، ولن يتركوا الشعوب العربية أن تنتزع استقلالها وحريتها وأن ترفض وصايتهم واستعمارهم. هذه هي الحقيقة. الشعب اليمني لم يطلب غير استقلاله وحريته وعدم خضوعه للوصايا، هذا هو الذي طلب. قلنا نحن مرحبين بالاتفاقات الأخوية، بالندية في التعامل، باحترام الحقوق، باحترام الجوار، باحترام المعاهدات الدولية، لكن ليس على أساس الوصايا أو على أساس أن نقبل بالاستعمار أو على أساس أن نقبل بالاستعمار. ثم أيضا نحن قلنا ونقول دائما لا يوجد لديهم مشروع حقيقي يبشر به الشعب اليمني. ما هو المشروع الذي قدموه خلال هذه الفترة في الجنوب غير الاغتيالات؟
لو لم يكن لديهم مشروع لما كانت كل هذه القائمة. لو كان لديهم مشروع من القضاة قد استهدفوا في الجنوب. لو كان لديهم مشروع حقيقي في الجنوب لوجدنا أبناء الجنوب يعيشون في خير ورخاء، ولما وجدنا العمليات الانتحارية في كل شارع وفي كل حافة أو حارة. لديهم فقط الذي يستطيعونه ويتقنونه، وهو شغلهم الشاغل التدمير والحصار والقتل. هذا هو الذي يستطيعونه، قتل النفس المحرمة، قتل النفس المحرمة والاعتداء على الآمنين كما حصل في القاضي ربيد وغيره من مئات الأسر اليمنية من الأعزاء والشرفاء والأفاضل من الشهداء الذين قضوا وهم تحت سقوف منازلهم نائمين في أمن الله، ولكن هذه الآلة الخبيثة هي من جاءت لتقتلهم وتستهدفهم. ثم يأتي من يتبجح ويقول أنها هناك أهداف فقط ضربت بالخطأ. لا، قلنا لا يمكن أن يكون هناك إلا خطأ أو اثنان. أما أن تكون الأعيان المدنية والأخطاء التي وصلت ما يقارب 300,000 فلا يسمى أخطاء، لا يمكن أن نسميها أخطاء، هو استهداف وتعمد، تعمد لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية. ولكن بإذن الله أن الشعب اليمني سينتصر، وأننا سنصمد وسنواصل المشوار مهما بلغوا في عتوهم واستكبارهم ومهما بلغوا في صلفهم. لا يمكن لنا أن نخضع إلا لله، وأيضا نحن لا يمكن أن نتكبر على أحد. وقلنا في أكثر من مناسبة أن كل من يعلم ويثق ويتأكد بأن الوطن أغلى له من المال السعودي أننا مرحبين بعودته. كل من يعتقد بأن الوطن هو أعز عليه من الترسانة العسكرية نحن مرحبين بعودته. ونحن بتفضلوا، هناك مراكز الاستقبال، ممكن نعطي مراكز استقبال وأن يتم استقبالهم ويتم أيضا إعادتهم إلى أماكنهم باعتبار أنهم عادوا وأيقنوا بأن الوطن هو الذي يجمع الجميع، وأن المؤامرة على الوطن ليست في صالحهم ولا في صالح الوطن. لكن إذا استمروا في غيهم فلن يفلحوا، إذا استمروا في غيهم لن يفلحوا. نحن نقولها ونحن جازمين بأن الله معنا، لأننا مظلومين. الشعب اليمني يستهدف ويقصف ويقتل ويحاصر ويدمر من أجل ماذا؟ من أجل التدمير فقط، ومن أجل القتل فقط، ومن أجل تعمد هذه الأفعال وبعدوان غاشم وظالم. فعلى كل مجلس الأمن سيعقد، ونتمنى من الدول الصديقة والحرة في مجلس الأمن أن يكون لهم موقف واضح، وأن يصدروا قرار إيقاف العدوان. قرار 22/16 لم يشرع في يوم من الأيام للعدوان، ونحن نعلم ذلك. وأيضا لم يشرع لهذا العدوان أي شيء، ولا يمكن لأي قانون أن يشرع لهذا العدوان. موقف البرلمان الأوروبي موقف جيد ومرحب، ونحن طالبنا بلجان تقصي حقائق نزيهة على أساس أن يكون فيها المفوض السامي والآخر من البرلمان الأوروبي لا أذكر اسمها الآن، وأيضا من الخبراء النزيهين والجيدين، وقد أعلنا ذلك في بيان رسمي بأننا مرحبين بلجان تقصي حقائق. ولكن مع الأسف لن يقبل المعتدون بذلك، لأنها نكبتهم، لأنها ستعريهم، ستفضحهم، ستجعل العالم كله يقف إلى جانب الشعب اليمني. لذلك يا أبناء شعبنا ويا إخواننا ويا أبنائنا، كل من حضر في هذه الصالة، نقول لكم الأمور بإذن الله إلى خير، والفرج قادم والنصر قريب، وما نعتمد إلا على الله، وليس لنا أحد إلا الله، ولا نركن على أحد إلا على الله، وهو نعم المولى ونعم النصير، وبه نثق وبه نستعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.